بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب التوفيق والعون والسداد والنجاح. حفلنا الكريم، مشاهدينا الكرام، ترحيبنا بكل الأسماء، ترحيبنا بكل الشعارات في هذا الصباح الجميل ضمن انطلاقة سن الإذاعة، سن الإبداع والإمتاع في هذا الصباح الجميل يوم الاثنين الموافق 14 من شهر 2 لعام 2023. نسير وإياكم مباشرة نحو المقدمة والبداية الأولى اللي على المقدمة هذا الشوط. هذه حرائق لسالم بن راشد بن مبارك الكتبي، من يتقدم على المقدمة والبداية الأولى، بينما المركز الثاني الوصول والدخول في هذه اللحظات من قبل شموخ لأحمد بن سعيد بن منانة الكتبي، من يتقدم على المستوى الثاني، بينما المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من اللي قادم إيثار، من تصل في ثالث المراكز عمر بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، من يتقدم في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من قبل عتاب المبارك بن هضبان بن مبارك العامري، من يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات من الظبي لأحمد بن محمد بن سيف النيادي، من يتقدم في هذه الاندفاعة الجميلة والممتازة، بينما المركز السادس الوصول في هذه اللحظات من شعارك يا بن دري، يقدم لنا دماني سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، بينما القادمة والمتسللة في هذه اللحظات هذه منصورة لمحمد بن سالم بن مسلم بن حمرور العامري. يا سلام، هكذا هي النتيجة للأسماء المتقدمة والمندفعة في صدارة هذا الشوط الباحثة عن الناموس والانتصار. عودة إلى المقدمة، عودة إلى البداية، إلى المقدمة الأولى، إلى الصراع الذي يحدث على مقدمة هذا الشوط. الله 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 الله، ياهي من سرعة، ياهي من سرعة التي تقدمها حرائق اللي على المقدمة اللي على البداية الأولى، بدأت تنعزل تماما عن بقية المشاركين، متجهة نحو الفوز، نحو الانتصار بقيادة سالم بن راشد بن مبارك الكتبي، من يقدم لنا هذه النوعية الممتازة والمتألقة في صباح هذا اليوم. بينما الواصلة في المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات من اللي تحركت لان شموخ احمد بن سعيد بن منانة الكتبي، من يتقدم على المركز الثاني، يقدم لنا شموخ، بينما المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من قبل إيثار عمر بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، من يتقدم في هذه اللحظات المركز الثالث قادم الان وتحركت في هذه اللحظات الظبي احمد بن محمد بن سيف النيادي النيادي. الله الله الله، هكذا هي النتيجة، ذحناها على مسامعكم بالصوت والصورة، لكن شوفوا لي حرائق وين، شوفوا لي حرائق وين، بسم الله عليها وحواليها، بسم الله عليها وحواليها، على هذا الأداء الكبير التي تقدم باندفاعتها الجميلة على مقدمة هذا الشوط، بهذا الأداء الكبير، بهذا الأداء المتميز، باتجاهها نحو الفوز، نحو الانتصار. الله يا حرائق، سالم بن راشد بن مبارك الكتبي، من يقدم لنا حرائق على المقدمة والبداية الأولى، بينما القادمة هنالك شموخ لأحمد بن سعيد بن منانة الكتبي، يقدم لنا شموخ في المركز الثاني، المركز الثالث وصلت الآن إيثار
داري دار عمر بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر من يتقدم في هذه اللحظات بينما القادمة بينما الواصلة الظبية هنالك أحمد بن محمد بن سيف النيادي من يتقدم في هذه اللحظات لكن البداية المقدمة الأولى الصراع الأمامي الهجوم اللي على المقدمة والبداية الأولى حرايق حرايق وحرقت الشوط بنار ولعت الشوط نار الله يا حرايق سالم بن راشد بن مبارك الاكتبي أحد العمالقة أحد الأبطال الذين يتابعونا في هذا الصباح الجميل والممتاز هذه حرائق بدون أي منافس بدون أي منافس حتى هذه اللحظات والاندفاع الجميلة والمتميزة بهذا الأداء الكبير والمتميز الله 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 ما شاء الله على المسافة اللي ما بينها وما بين المشاركين ما يقارب 200 متر على هذا الأداء التي تقدم حرائق الله بسم الله عليه وما شاء الله بدأت تدخل إلى الغلاف الجوي الأخير لائحه ال 1200 عن خط النهاية عن الفوز والانتصار وحرائق على البداية على المقدمة الأولى بهذا الرقص الجميل بهذا الأداء الجميل وبالشكل الأجمل على هذه البداية والمقدمة الأولى الله 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 ليتنا يلي بنشوف اللي في ثاني المراكز لكن حرائق خلاص قفلت مجريات هذا الشوط بعدت تماما عن بقية المشاركين هذه النوعية الفاقرة هذه النوعية التي تحضر في مثل هذه الأشواط في الأشواط الرئيسية عما عسى ما نشوفها في أشواط الرموز يا مالك حرائق سالم بن راشد بن مبارك الكتبي من يقدمها ويتابعها في هذا المسار الجميل والممتاز هكذا هو التحدي هكذا هو الصراع وإلا فلا بينما القادم المتحدي مع شموخ أحمد بن سعيد بن مرانة الكتبي من يأتي في ثاني المراكز المركز الثالث تتقدم الآن وتتحرك في هذه اللحظات هنالك إذار عمر بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر ولكن حرائق حرائق والناموس حرائق والبطولات حرائق والإنجازات بسم الله عليها بسم الله عليها على هذا الأداء الجميل التي تقدم بهذا الأداء الجميل والمتميز هذه حرائق كما تشاهدون على البداية الأولى ولحظات وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار الله 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 والعصاف الابطان لم تذكر الأوامر حتى هذه اللحظات والرقص الغاي بسم الله عليها وحواليها دير بالك من اللي قادم دير بالك من اللي قادم في هذه اللحظات حرك وروح يا مالك حرائق حرك وروح وصل الآن وتقدمت هذه حرائق لحظات وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار بينما المركز الثاني وصلت هنالك شموخ لأحمد بن سعيد بن منانة الكتبي المركز الثالث وصلت هنالك إيثار عمر بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى وعودة إلى التوقيت الزمني 7:49 بالوضع والتمام تهانين والناموس إلى مالك حرائق سالم بن راشد بن مبارك الكتبي تهانين والناموس إلى الجميع